اهلا بكم من جديد. يسعدني يكون معايا ضيفين النهارده من شباب الصحفيين الواعد، فهعتبرهم اخواتي الصغيرين بقى، نقعد قعده عائليه النهارده الحقيقه. يعني احمد فوزي العريان، اهلا بيك يا استاذ حميد. اهلا بيك. موقف الجول، اهلا بيك. سعيد بوجودي مع حضرتك ومع احمد عصام طبعا، يعني رئيس تحرير موقف الجول. ومعايا احمد عصام برضه بالولادي، رئيس القسم العالميه في الكره العالميه في اليوم السابع. منور الرئيس، ومبسوطين يا احمدان. الله يخليك. طبعا كاس الامم الافريقيه حدث مهم على مستوى العالم كله، مش بس حتى على مستوى الافريقي او على مستوى المصري، فهيحظى بمتابعه دوليه كبيره جدا، ما بين اللي بيتابع اللعيبه بتاعته، بين اللي بيتابع عايز يشوف لعيبه جديده، اللي بيتابع عايز يشوف التنظيم بتاعنا شكله ايه، هل الناس هتتوقف على مستوى الكره الافريقيه وصل لفين. لو انا هبدا بيك يا احمد، انت متوقع انه على المستوى الفني الاول الاداء بالنسبه للمنتخبات الافريقيه هنلاقيه اكثر تطورا من البطوله الاخيره؟ يعني هنلاقيه الاداء افضل على المستوى الفني؟ شوف، هو مجرد اقامه البطوله الافريقيه المره دي تحديدا هو فعلا انتصار للكره الافريقيه بعد كل الحواديت اللي حصلت الفترة طبعا الأخيرة. بعد كل اللي ما أثير واعتقد ان اقامه يعني اللي هو البطوله بعد كده في يناير، يا اما حاجه من الاثنين هتحصل، يا اما هيستمر في يناير والدوريات الاوروبيه هتجبر انها تتوقف خلال الفتره دي، اما ان تتوقف يعني. ما هو مثلا الدوري الايطالي والدوري الاسباني بيتوقفوا في يناير، هي مشكله دايما بتكون في الدوري الانجليزي، هو اللي بيتوقفش ده تماما، هو ده بيبقى فتره اللي هي الذروه في ماتشاتهم. فلاما ده هيحصل علشان تبقى في فتره راحه ما بين الدورين يخلوها تتزامن مع بطوله افريقيا، او ان بطوله افريقيا هتتغير موعدها يعني. فهو ما هذا لو اتغير راحت لشهر 9 او 10، هو برضه الدوريات في اوروبا بتبدا لا ما فيش، البطولات القاريه كلها بتبقى في شهر 6، ما بتبقاش حاجه في 9 و10 دي اساسا يعني. طب احمد فوزي، انت مع يعني المدرب اعلن 25 لعيب تمام كده وما استغلش الاوبشن اللي كان عنده انه يخليهم 28 وبعدين زود 3 وبعدين اكتشفنا ان هم مش هيسافروا، لا مش هيسافروا، ده ما انضموش. دي حقيقه كان كلنا ده يعني انا الراجل عمل حاجه بقولهم زي بتوع المخابرات بالظبط، يعني عارف الخطط الخداعيه دي في المخابرات لكن في هو عمل حاجه، هو خلانا كلنا عايشين في دور ان الثلاثه في المعسكر، بس ازاي مش هيسافروا؟ كلنا بنتسائل السؤال ده. طلعوا الثلاثه النهارده، كان بيلعب محمد حمدي في ماتش ودي مع بيراميدز مع البنك الاهلي، اتصاب، ما اعرفش مروان قاعد فين، فهو كده كده ضحك علينا رقصنا يعني. انت مع دماغه دي؟ وان هو كمان يعلن وما يضمش، يعني هو قال لنا كلنا ان الثلاثه موجودين وبعدين اكتشفنا ان هم مش موجودين اصلا. هو كارلوس كيروش، انا مبدئيا انا متفق مع اغلب قراراته من ساعه لما جه، انما دي تحديدا لا انا مش مختلف فيها، انا مختلف فيها تماما. ما كانش اعلن اصلا بس انا انت من الاول، هو كان كلامه واضح في المؤتمر الاول وقال ان انا مش بحابب ان انا امرن لعيبه كتير هناك، ما بحبش اتشتت، ف 25 كفايه بالزبط. بس 25 كان منهم اربع حراس برضو، ده كان كتير بس تمام خلاص، هو الطبيعي ان القائمه تبقى 23 اصلا فهو بالنسبه له 2 زياده، ده كمان ده حلو قوي. ولكن فرضا ان انت تعرضت لظرف من الظروف اللي هي بقت اعتيادية للمنتخبات كلها حاليا، اللي هي الإصابة بكورونا مثلا، اللي هو واحد بيعدي الكل، فساعتها احنا شفنا إصابات اسمحنا المنتخبات كلها بتعاني، تونس مش عارفة تتلغي الثلاث ماتشات ودية وجنبي 16 لعيب، ده حتى الجابون النهارده كمان، الجابون عندهم كمان أوباميانج من ضمن ثلاثة، ولسه شايفين منتخب مصر قبل كده للشباب لما سافر في كأس، بدأوا باثنين وبعدين زادت بقى لغاية 10 الفريق كله، الفريق كله لدرجة احنا ما كانش معانا الحد الأدنى علشان نلعب ماتش. ففرضا لا قدر الله ان حصل ده كله، مع كامل ثقتي على فكرة في الجهاز الطبي المنتخب مصر تحديدا، انا بقدر جدا دكتور محمد ابو العلا، ولكن هي بتبقى ملهاش العلاقه طبعا. فانا فرضا ان ده حصل يعني، وخد بالك انت 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 ده فيروس كمان الجديد ده اللي هو الاوميكرون ده، ولا عارفش اسمه ايه، اوميكرون ده، ممكن بدون اي شيء انت مجرد ان انت المسحه تتعمل تكتشف ان عندك وانت لا مفيش اي عرض، عشان اعراضه الخفيفه اصلا بس في الاخر اعراضه خفيفه او تقيله مش هتلعب، مش هتلعب خلاص. عشان كده انت بتلاقي حتى على مستوى العالم بتلاقي فجاه جوارديولا وسبعه في مان سيتي مش موجودين، فجاه ليفربول المدير الفني والمدرب مش يعني لمجرد بس ان المسحه اتعملت ما كانش حد حاسس باي مشكله طبعا. فده وارد اللي انت بتقوله ده وارد، فعشان كده انا الحقيقه مختلف مع القرار دوت، يعني مش عايز ان انت تتمرنهم هناك، يبقى خلي حد من المساعدين يمرنهم بعد التدريب او في اي وقت حتى، ده اقل الايمان، ولكن تصطحبهم، لازم تصطحب. ده احنا في 2017 قبل الظروف كلها كنا واخدين حماده طلبه وهو مش زياده، مش هو مش قاعد اصلا وما ينفعش يضم يعني ما عندوش اوبشن تقديرا للانقاذ بتاع ماتش نيجيريا يعني. هو الانقاذ ده هو اللي صنع الجيل ده برده، ما دي نفس الحاجات يعني، ما كانش هيروحوا كاس امم بالظبط. برافو عليك صح مظبوط.
وكمش كوبر عملت الانجاز التاريخي ولا كان واسان كمل ان هو يوصل عشان يكمل تصفيات كاس العالم. هي بتبقى لحظات كده بتفصل على الفرق. انت مع احمد موضوع انت اصلا الموضوع الثلاثه ان هم انضموا على الورق بس قدامنا. انا استغربت، انا لسه متفاجئ ان هم اصلا ما اتمرنوش. يعني بقول لك ما راحوش، ده الراجل رقصنا ترقيصه من بتوع الخطيب بتوع بس دي بقى خلينا نسال فيها سؤال للناس اللي هم مرتبطين اكتر بالمنتخب. بس انا مش قادر اصدق لغايه انا طلعت قلتها على الهوا وطلعت حتى جبت الماتيريال بتاع ده لما الشباب بيقولوا لي قمت داخل خليت ناس تخش على المونتاج خش دور وتجيب دور اللي احنا مصورينه اول امبارح في التمرين كله ثم راجعوا التمرين لعيب مش مصدق. ايوه يعني انا ما كنتش مصدق غريبه. بس دي خلينا يعني نسال هل هو قراره لوحده ولا قرار مع اتحاد الكوره؟ لان احنا زي ما احنا عارفين هو قرار طالع يرضي بيه الناس وخلاص. الكاف لا، الكاف كان اعلن قال ان انت القايمه بتاعتك 23 وفي خمسة ممكن لو عايز تزود معاك من خمسة، فانت مزود اتنين على حساب اتحاد الكوره وعلى حسابك. بس ما كانش طلع قال الثلاثه يعني، يعني برضه ما الكلام ده كله لازم في ترتيب يسبقه تكون طلعت صرحت وما وصلناش لمرحله التقشف دي يعني. ما اعرفش حتى لو وصلنا يعني لانه انا اكيد قبل ما اطلع اتكلم انا مدير فني قبل ما اصرح لو انا هنا في القناه هطلع اصرح بشيء على الهواء اكيد هنسق مع اداره القناه قبل ما اطلع ولا هينفع اطلع اتكلم وبعدين انسق. لا صح، بس هي الفكره ان هو قال قبل كده ان انا مش عايز عدد كبير فهو قراره اعتقد مش اتحاد الكوره غريب. هو يعني لا دي بقى يعني ما فيش حد هيقف معاه في دي. نيجي نتكلم بقى على المجموعات لحسن الحلقه عندها تخلص وجبنا سيره المجموعات. خلونا بقى نبدا مع المجموعه الاولى. ايوه احمد فوزي المجموعه الاولى الكاميرون بوركينا اثيوبيا الراس الاخضر. لو هنقول من المرشحين لل شايفها ازاي المجموعه دي؟ طبعا شايف ان الافضليه اكيد للكاميرون. دي اسهل مجموعه؟ ايه دي اسهل مجموعه؟ لا ما لازم ابص بصه الاول على بقيه المجموعات بس يعني. هي مجموعه سهله، مش هقول مش هصنفها من ضمن المجموعات الصعبه ده الاكيد، انما الدوت اللي دايما بيحصل يعني مع المنتخب صاحب الارض يعني. طب بسرعه اقول لك الكاميرون بوركينا اثيوبيا الراس الاخضر، الثانيه السنغال زيمبابوي غينيا ملاوي، الثالثه المغرب غانا جزر القمر الجابون، الرابعه نيجيريا مصر السودان غينيا بيساو، الخامسه الجزائر سيراليون غينيا الاستوائيه الساحل العاج اللي هي كوت ديفوار، السادسه تونس مالي موريتانيا جامبيا. هو كل منتخب كل مجموعه فيها اثنين، واحد قوي واحد اللي هو المستوى الثاني، بس اعتقد فعلا ممكن تكون دي الاضعف يعني. اللي معها بوركينا واثيوبيا والراس الاخضر اكتر مجموعه في متناول اللي هو صاحب التصنيف الاول ممكن نقولها كده تبقى دقيقه يعني. فالكاميرون طبعا مرشح ابرز يعني للتاهل عن المجموعه دي وبسهوله يعني. بوركينا فاسو طبعا هتبقى الثاني يعني بالنظر لان اثيوبيا وكاب فيردي يعني ما لهمش اللي هو الباع الطويل. اثيوبيا بيكونوا مميزين في التصفيات علشان بيلعبوا ماتشاتهم على ارضهم فيستغل العوامل اللي هي بتاعه الاكسجين والحاجات دي فبيبقى ليهم افضليه، ولكن اثيوبيا وكاب فيردي يعني ممكن حد منهم يبقى ينافس بقى على احسن توالت، ولكن الكاميرون وبوركينا فاسو اول وثاني. لكن صعب ينافسوا على احسن توالت كمان يعني ممكن برضه اصل على حسب هيعملوا ايه مع بعض ممكن يعطلوا بعض مثلا بتبقى ملهاش مقي يعني. اثيوبيا ما اضمن لهاش انها تكسب كاب فيردي فبالتالي لو اتعادلوا مع بعض يبقى خلاص موتوا بعض ما فيش امل ان هم ينافسوا. ممكن الثالث تقصد يبقى ثلاث نقط بالظبط. ما هو الثالث اللي هو ثلاث نقط دي هيبقى اكتر من مجموعه عندهم ثلاث نقط فبتبقى بتفرق بقى في فرق اهداف تفرق في انذارات فبتبقى كده يعني. طب احمد يعني الكاميرون احمد عصام الكاميرون انا بتكلم كسجل تاريخي يعني في المركز الثاني بعد مصر. انت بتتكلم الكاميرون بطل خمس مرات بالظبط اخر 2017 مش من فتره بعيده يعني طلعنا في الوصيف مننا فاينل 2-1 خد وصيف حتى مرتين اخرهم 2008 مركز ثالث مره مركز رابع اربع مرات فسجل قوي. لا احنا هنتكلم على تاريخ الكاميرون دي يعني هنقعد كتاريخ حلقات. لا تاريخ عظماء جدا. احنا لو انا فاكر النهارده الواقع النهارده بيقول ايه
لا الواقع النهارده بيقول ان الكاميرون واحده من اقوى المرشحين لللقب، بعيدا بقى عن كوره وفنيات والكلام ده. الكاميرون كان عندها مشاكل كبيره جدا في الاتحاد نفسه، صامويل إيتو جي بطموحات كبيره جدا، محاربه فساد بقى واثبات بقى حقيقته بان هو يكون موجود في المكان ده، وان البطوله تتلعب كان ليه دور كبير جدا في ان البطوله تتلعب في ميعادها. حاجه تانية برضو سياسيه موجوده دلوقتي في مجموعه انفصاليه كده في جنوب البلاد وبيحاولوا ينفصلوا عن الكاميرون. هم شايفين دلوقتي ان يعني الاعلام الكاميروني بيتكلم على ان دي فرصه ذهبيه جات لحد عندهم، ان البطوله دي توحد بقى الشعب مره تانية وكله هيقف ورا المنتخب. وعارفين طبعا الكوره لما بتكون موجوده كل حاجه بتقف، يعني حتى لو في حرب مش هيكون موجود الكلام ده. فانا شايف ان بالعناصر اللي موجوده في المنتخب سافرت الكاميرون قبل كده؟ لا للاسف ما حصلش. عندهم بص الكاميرون وغانا وكوت ديفوار وغرب افريقيا، الكره عندهم عشق. مش عشق. انت سافرت الكاميرون؟ لا ما سافرتش. صحيح انا سافرت الكاميرون وسافرت غانا وسافرت كوت ديفوار. الكوره هناك يعني اركب تاكسي بس ويعرف ان انت صحفي ورياضي وكوره ما يحزنكش. هو على ذكر كلام احمد اكيد هو عارف ان هو لو على ذكر توحيد الشعوب ما هو حصلت لكوت ديفوار لما تأهلوا لكاس العالم 2006 طبعاً. بعد ما الكاميرون ضيعت ضربه الجزاء دروجبا والخطاب والشهير دوت فعلا وحد الشعب الكوتيفواري. فهي هي كره. فعشان كده بقول لك ان الكاميرون هتكون اقوى المرشحين بصرف النظر عن فنيات بقى والكلام ده. لا هم محتاجين جدا البطوله دي، يعني حتى هم لهم هدف سياسي قبل ما وصامويل إيتو كمان حته ان هو بيحارب بقى شخصيه افريقيا وكيان فالموضوع هيبقى مختلف السنه دي بالنسبه لمنتخب الكاميرون. مش عارف ليه انا حاسس ان صامويل إيتو له طموحات سياسيه بعد كده زي جوجويا. مش بعيد يمسك رئيس، بس هو ممكن انا شايف ان هو بالظبط يمسك الكاف اقرب دي. الناس حسب قوته. يعني هو في الكام يوم دول فرق مع الكاميرون فحتى في استضافه البطوله اعتقد. بالظبط حماسه الشباب ده بعد اول ممكن يفرق معنويا مع اللعيبه ان هو يحسسهم ان احنا ده بعد اول اسبوع راح الاتحاد الكوره هناك راح بدري، راح الساعه 7:30 وما لقاش حد فقال لهم طب الناس بتيجي امتى؟ جه بقى قعد قال لك اي حد هيجي بعد الساعه 8 هيتفصل، وفعلا عمل كده فصل مجموعه من الموظفين في اول اسبوع ليه هناك بيوريهم بقى العين الحمراء وعمل قلق يعني جامد هناك. وبيتهيألي الموضوع بقى يعني اللعيبه لما تشوف واحد زي إيتو بيكلمهم واحد زي إيتو موجود معاهم نجم كبير طبعا. وخليني برضه اقول لك ان بطوله 2017 برضه يعني كان منتخب الكاميرون كان رايح ناقص عناصر كتير جدا مهمه، اللعيبه كانت رافضه وقتها تنضم للمنتخب. عندهم برضه الحته بتاعتنا دي يعني في البطوله اللعيبه اثبتت نفسها وقدروا يوصلوا مباراه نهائيه قدام مصر ويكسبوا منتخب مصر بمحمد صلاح اللي كان ساعتها برضو واحد من نجوم الكبار جدا طبعاً في القاره طبعاً. فاعتقد ان السنه دي الكاميرون هيكون فريق مرعب بصرف النظر عن ان المجموعه ضعيفه ولا لا. بالعكس كمان النجوم في المجموعه دي يعني النجوم كلاعبين يعني تعالى يعني طبعا منتخب الكاميرون مانباسي جوج هو كان افضل لاعب في نسخه 2017 فبالتالي هو اكيد افضل لاعب في منتخب الكاميرون برضو حاليا. مين تاني المنتخبات تعال نبص عليها كده واحده. انت عندك الكاميرون عندك بوركينا فاسو عندك اثيوبيا راس الاخضر يعني كلها منتخبات برضو من الصف الثاني. خلي بالك احنا في لاعب من الدوري المصري موجود في المجموعه دي في بوركينا فاسو سعيدو سيمبوري كان لاعب المصري وحاليا لاعب الاتحاد. وشيملس بيكلي برضو في اثيوبيا. شيملس بيكلي في اثيوبيا ده هو الواحد قائمه اثيوبيا كلها من الدوري الاثيوبي ما عدا شيملس بيكلي. وايريك تراوري هو لا ايريك تراوري في بوركينا فاسو انما مش موجود متهيألي معاهم في القائمه. مش موجود مش موجود كان بيلعب موجود لا إيريك تراوري مش موجود مش موجود مش موجود انا فاكر ما كانش موجود لا موجود موجود سوري موجود. يبقى موجود فعلا موجود يبقى صح معاك حق انما يبقى كده اتنين على الاقل النجوم بتاعتنا احنا كمصريين انما لا اثيوبيا الغريب لما تبص على قائمتهم كلها من الدوري الاثيوبي فهو واحد بس اللي بره هو تشيمبرز بيك ده بالنسبه له محمد صلاح بتاع المنتخب حتى جاتوش بانوم اللي هو كان بتاع الجونه مش موجود في بوتنج برضه بايرن وباريس سان جيرمان ده الكاميرون طبعا طبعا من اللعيبه البارزين يعني وتراوري برضو أستون فيلا برضو هي ممكن يكون في بوركينا فاسو من بوركينا فاسو الأسماء اللي هتلمع في المجموعة دي ممكن. طب خلاص نروح للمجموعة الثانية.
انا بس عايز قبل ما اروح المجموعه الثانيه اقول لكم ان اثيوبيا كان لها تاريخ طبعا مع انشاء الاتحاد الافريقي قوي جدا لانه كان ثلاث منتخبات يعني كان مصر واثيوبيا والسودان هم اللي انشأوا الاتحاد الافريقي سنه 62 اخذوا البطوله 57 كانوا مركز ثاني 59 كانوا مركز ثالث و63 و68 كانوا في المركز الرابع مرتين يعني لكن بعد في الستينات خلاص كان ايام الروكس ده بقى خلاص 62 دي اخذوها مننا هم اول فريق احنا ما خسرناش غير نهائيين 62 و2017 اه بالظبط كده. طب المجموعه الثانيه السنغال احمد عصام السنغال زيمبابوي غينيا ملاوي انا شايف ان هي دي اضعف بقى مجموعات انا متذكر مانشيت للاستاذ نجيب المستكاوي اللي هو والد الاستاذ حسن المستكاوي الله يرحمه كنت انا كده في شكل اعدادي ولا في ايه فمره خسرنا من منتخب ملاوي فتتوقع عمل مانشيت ايه في الاهرام لمنتخبنا يعني كان متغاظ جدا كان منتخبنا حتى ملاوي اما بلاوي كان جاب اخره ساعتها بقى جاب اخره يعني خد بالك المنتخبات دي كمان قويت في السنين الاخيره يعني لما الافارقه واحترفوا والكلام لكن زمان كان منتخب ملاوي على سيء خالص بتهيألي كان مستوانا غريبه ايه غريبه ان انت تخسر من ملاوي دي زمان كان يا نهار ابيض غريبه ايه حلك حتى ملاوي اما بلاوي بس ده في التسعينات احنا اعتقد دي تصفيات كاس 90 كاس عام 90 اللي وصلنا لها في الاخر ايوه صح احنا وصلنا بعد كده لكاس العالم يعني من البلاوي دي طب كويس طب احمد قول لي بقى المجموعه دي في وجهه نظرك طبعا السنغال لا السنغال شايف ان يعني السنغال لو ما كسبتش البطوله النسخه دي فهم بقى يبقى كده بيهزروا يعني انت متصدر تصنيف افضل فريق بس انا عندي احساس ان السنغال يعني بتيجي عند الخطوه الاخيره او قبل الاخيره بتكملش والتاريخ بيقول كده يعني مرتين دايما يعني مرتين في النهائي وخسروهم وما كسبوش البطوله يعني دي مفاجاه لاي شاب صغير دلوقتي بيتفرج على كوره وجاي بيتفرج على 2002 و2019 يعني المره اللي فاتت قدام الجزائر 1-0 خسروا وضربات جزاء قدام الكاميرون وقدام الكاميرون ضربات جزاء في 2002 واللي ضيع كان مين؟ أليوس إيسي المدرب الحالي أليوس إيسي المدرب الحالي يعني هو اتضايق من الكاس الصعب ده وخدوا ثلاث مرات 90 و65 و90 و2006 بالظبط ده تاريخ السنغال يعني هم تاريخ هم دلوقتي فريق متكامل منتخب المفروض بقى من احسن حارس مرمى دلوقتي بالظبط يا مندي ده بتاع تشيلسي من الافضل في العالم في العالم طبعا وكسبان دوري ابطال اوروبا وعنده طبعا النجم ساديو ماني يعني قرين صلاح عاملين ملحمه هو وماني وصلاح الثلاثه كانوا كوليبالي يعني ما انا بقول لحضرتك دلوقتي المنتخب السنغال بقى له 36 شهر هو الفريق الافضل في افريقيا ورقم واحد كتصنيف والحقيقه لو جينا نتكلم نبص على القائمه كده يعني اسامي تخض يعني يعني كل المراكز اما تيجي تيجي تمسك كده القائمه بتاعت منتخب السنغال تقول لا ربنا يبعدهم عننا ان شاء الله لكن تتفاجئ ان منتخب السنغال طالعين على طول اللعيبه وبطايقهم على الهوا معانا يعني لو جينا بصينا كده هنبص نلاقي اسامي تقيله جدا وانديه كبيره جدا بيلعبوا فيها وقيمه تسويقيه كبيره وعاليه لكن كمنتخب ما شفتوش بيفوز ببطوله طول عمري يعني هم ما كسبوش كاس الامم خالص الجيل حتى الذهبي بتاعهم عمر السنغال عندها لعبة قوية يعني من اول 90 هم ظهروا على الساحه 90 ومن ساعتها هم فعلا اجيال بقى قويه بتسلم بعضها يعني بس هم تحس هو البرتغال بتوع الافريقيا حتى البرتغال عملتها مؤخرا بقى كسبت اليورو يعني شوف بقى دلوقتي هيحصل ايه فهم لو ما عملوش حاجه النسخه دي فبتقلي لا يعني محتاجين وقفه مع نفسهم كده ويراجعوا نفسهم ويسيبوا التصنيف اللي متصدرينه بقى لهم كتير ده انت عارف كاس الامم 86 كسبونا في الافتتاح كان بيلعب عندهم لعيب جامد اسمه بوكاندي كان بشعر كده وبتاع كان فرقه جامده جدا فكسبونا اللي في واحد بعد فاكر احنا اللي خدنا البطوله وما ظهروش بعد كده فهم دايما كده يعني بيعملوا حاله وعندهم لعيبه بس ما بيكملوش متوقع ان ده يحصل برضه في البطوله دي على حسب برضه مشوارهم هيلعبوا مين هو الاكيد ان هم في ربع النهائي بعد كده بقى ربع النهائي ما يمكن فريق كبير من الناحيه الثانيه انا عملت دوري وتاهلت اول بس الفريق الثاني دوت هزر في المجموعات فطلع ثاني فجاب النصيبي كده فهو هيوصل ربع النهائي بعدها بقى دي بتبقى على حسب القرعه ولكن هم فعلا كترشيح لا هم مباراه نهائيه طب لو رتبنا احنا المجموعه دي كترتيب السنغال اول ثاني مين
هي فعلا مبدئيا انا عايز بس اغير كلامي واقول ان هي اسهل مجموعه عشان انا ما كنت سمعت بالسمع كده فما خدتش بالي، بس هي فعلا اسهل مجموعه. هم الباقي كلهم غينيا وملاوي. لا اعتقد غينيا يعني هي الاكثر خبره من الاربعه دول، يعني زيمبابوي عمرها تاريخيا شاركت اكثر من مره في البطوله دي 5 مرات. نادي كايتا عندك امادو بالظبط طبعا غينيا. لا وزيمبابوي عمرها ما تخطط الدور الاول، ملاوي نفس الوضع، فغينيا طبعا هي هتبقى الثانيه الثاني والثالث زيمبابوي. ما اعتقدش حد منهم هيتاهل الرابع، هم الاثنين هيطلعوا مش هتاهل غير مع ترتيب المجموعه الثالث او ممكن زيمبابوي وملاوي الرابع. بالظبط. انت متفق يا احمد مع الكلام ده؟ مش هحس ان غينيا ممكن. زيمبابوي وملاوي سنغال غينيا ممكن مع ان غينيا برضو يعني في كلام كتير على ان الفريق ما بيأديش بشكل كويس، وحتى نجوم الفريق يعني نص الملعب عندهم محمل بالنجوم. لكن ما حدش بيأدي بشكل كويس مع المنتخب. بتقلي مركز تاني يعني يكون سهل جدا بالنسبة لهم في مجموعة متواضعة زي دي. بنتكلم في ملاوي وثالث ظهور ليهم في البطولة، زيمبابوي برضو مش اسم كبير خالص في أفريقيا، أول مرة بيتأهلوا من 2010 تقريبا، ويعني بعاد جدا. حتى خامة بليات النجم بتاعهم اعتزل الدولي وقال لهم لا مش هلعب معكم تاني خالص. هو كان بيفرق هو منهم تقريبا. هو ساعة ملاعبه احنا بنقول ان هو جاي الأهلي مش عارف مش عارف ليه. طيب نروح للمجموعة التالتة نتابعها. المجموعة دي أعتقد مجموعة كمان جماهيرية، يعني تتكلم في المغرب، غانا، جزر القمر والجابون، وغنية بالكلام اللي ممكن نتكلم عنها عكس المجموعتين اللي فاتوا. يعني مبدئيا طبعا وقوع مغرب وغانا مع بعض باسمهم يقول ان هم منتخبات قوية. تواجد جزر القمر كمشاركة اولى تجربة تستحق النظر لها، وكتجربة جزر القمر دي انا عايز اتكلم عنها اصلا يعني كمان شوية. الجابون بقيادة باتريس نوفو مدرب يعني له باع في الكرة الافريقية من 20 سنة، فالمجموعة تحس ان فيها تركيبة كده فعلا جديرة بالمتابعة. المغرب منتخب قوي جدا ومدرب قوي جدا وحيد خليلوفيتش، ولكن مدرب عنيد جدا. لو احنا بنتكلم عن ان كارلوس كيروش عنيد فلا ده اكثر عندا. يعني خليلوفيتش استبعد مزراوي لاعب اياكس علشان قال له ما تشربش ميه في التمرين فشرب، فقال له ما تخشش داخل المنتخب تاني. حكيم زياش انت نجم المغرب مع السلامه مش واخد تشربش شاي ما فاهم فاللي هو لا وكمان يعني صباح الخير بالظبط كده وبتدرب الان صباح الخير تلكك له يعني. فهو مدرب بيفرض الانضباط، مدرب له تاريخ طبعا وعمل نجاحات قبل كده، ولكن المشاكل اللي بيخش فيها منتخب المغرب او على الاقل الاعلام دلوقتي هيترصد له. احنا بنتكلم في استبعاد قفشه وطارق حامد مشاكل، بس على الاقل استبعاد فني. انما انت مستبعد حكيم زياش اللي هو نجم محمد صلاح بتاعهم، مستبعد مزراوي لاعب اياكس علشان شرب ميه فاسباب مش مقنعه، فطبعا اي اخفاق هو اكيد هيبقى عنده ضغط نفسي بالنسبه للحته دي. ممكن احمد يتكلم وكده برده بقيه المجموعه. هو كمان هتلاقي الناس مش طايقاه في هنا في الجمهور المصري استبعد بن شرقي يعني ايوه لا بس عوضه ببدري بنون صليح نبيل. لا هو كمان من قبل منتخب المغرب ايام ما كان في الجزائر بقى كانت مذبحه هناك، كان الاعلام الجزائري ما بيسكتش وكان دايما هو في خلافات معاه وهو راجل عنيد جدا. لكن خلينا اقول ان العند دوت انا شايفه في مصلحه الكره المغربيه. احنا طول عمرنا بنشوف منتخب المغرب اسامي كبيره وناس بنقعد نتفرج عليها في اوروبا وبنستمتع بيها، لكن بنيجي نتفرج على المنتخب بتلاقي حاجه تانية خالص. رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجح اتكلم على اختياراته واتكلم بالتحديد على حكيم زياش، وراجل كان صريح جدا عجبني، كان في مؤتمر قبل ما يسافروا قال ان احنا تعودنا دايما ان اللعيبه هي المفروض تشيل منتخب المغرب، وحكيم زياش ده احنا استنيناه كتير جدا يشيلنا وما شلناش، فخلاص بقى هو كده ملوش فرصه عندنا. ساند خلاص المدرب فقال لا يعني ما. طب رتب لي المجموعه
نقول المغرب طبعا واحد. رقم واحد دي ما فيهاش كلام يعني ان شاء الله. معاها طبعا غانا مركز تاني. الجابون ثلاثة ولا جزء الامر؟ الماتش بقى بتاعهم هو اللي هيحدد يعني، لو اللي يكسب الماتش دوت هو بنسبه كبيره ممكن يكون هو اللي هيبقى تالت. انا شايف ان ممكن جزر القمر عندها ما عندهاش حاجه تخسرها، اول مره بتلعب، عندهم تجربه تستحق الدراسه يعني، هم بقى لهم فتره مركزين وفي برنامج ماشيين عليه. انا شايف ان المغامره تكمل بان هم ان شاء الله يكونوا تالت، وممكن يكونوا على الاقل يخشوا من افضل توالت ممكن. ممكن. انت مع الترتيب ده؟ للاسف انا نفسي، بس هو جزر القمر وزي ما قال كده امير عبد المدرب بتاعهم ده كان بيدرب فريق درجه رابعه في فرنسا، وكان جاي مساعد عشان هو اصوله من جزر القمر وفرنسي، فكان جاي مساعد لمدرب فرنسي. المدرب اعتذر في اخر لحظه فهو مسك وقاد الثوره في 6 سنين. كان ممكن ان هو يوصل كاس الامم الافريقيه في سنه مرتين فاتوا، ولو كسب الكاميرون في الجوله الاخيره فده كان القمر ما كانتش بره الخريطه اصلا، ولكن كمشاركه اولى بشبههم بموريتانيا النسخه اللي فاتت، فاعتقد هم هيبقوا الرابع والجابون الثالث بالخبره بس. طب نروح للمجموعه المهم بقى بالنسبة لنا، مجموعة مصر المجموعة الرابعة. نيجيريا ومصر والسودان وغينيا بيساو. احمد عصام، مصر طبعا مركز اول في المجموعه ان شاء الله، لكن لو جينا نتكلم على منتخبات بقى المجموعه فلا احنا احسن منهم بكتير جدا، حتى منتخب نيجيريا اللي بنتكلم على ان هو منتخب متصدر هو الموقع اللي قلنا عليه. لا الموقع ده بقى مش عارف. والله حاطط نيجيريا نمرة واحد، ده واحد قريبه تقريبا، قريب المدرب هو اللي عامل التقرير ده. هم عندهم مشاكل يعني، مدرب كمان بيكلوه قبل البطوله باسابيع قليله، جيرن ترور بمفاجاه كانت غريبه جدا، محدش كان عارف في ايه يعني. كان عندك وقت طويل جدا لو هو الراجل مش عاجبك او في مشاكل. الافارقه بعدهم قرارات غريبه برضو. يعني الافارقه ليه برضو ايه فجاه طلع لك قرارات زي دي كده، انت محدش متوقع، وقبل البطوله بثلاث ايام بثلاث اسابيع باسبوعين، دي بتبقى مسائل صعبه. غريبه جدا، وبطوله كبيره ومهمه بالنسبه لهم. الخط الهجوم زي ما احمد قال في اول الحلقه ان هم المفروض كانوا داخلين وهم واحد من اقوى خطوط الهجوم في البطوله، انت الموضوع اتدمر تماما. اوسيمين مش موجود، دينيس مش موجود، حتى اجاله حاولوا بقى يلموا الدنيا ويستدعوه، كان المدرب ما استدعوش، الشباب السعودي رفض، قال ان انتوا جيتوا بعد ما الميعاد اتقفل يعني. بعتوا فيه. غير كده بقى يعني الدفاع وحراسة المرمى عندهم زي نيجيريا طول عمرها، عندهم مشاكل كبيرة جدا، فأعتقد ان لا فرصهم هتكون قليلة في ان هم يتصدروا المجموعة على حساب منتخب مصر. السودان بقى احنا كان معنا بروفا معاهم في كأس العرب، كسبناهم 4 في كأس العرب، 5 كسبناهم، 5 والمدرب بتاعهم احمد رفعت الشهير اللي ما اتاخدش بعديه. لا كل اللي اتألق في الماتش ده وحسين فيصل وكله مجنون بعده على المنتخب. فاحنا كان معنا بروفا في البطوله، والمدرب بتاعهم مشي بعد الاداء اللي هم شافوه كارثي في البطوله، وبرهان تياجي ما افتكرش ان هو هيقدر يغير كتير قبل مواجهه مصر او نيجيريا او البطوله. غينيا بيساو بقى فرقه يعني سيئه جدا وما بتكسبش وبتلعب بطريقه دفاعيه، ويعني في كلام كتير سلبي عنها، فاعتقد يعني هي والسودان ولا حتى هيكون عندهم فرصه في احسن مواجهه. يعني شايف مصر اول نيجيريا اتنين؟ مصر اول. احمد متفق؟ اتمنى واتفق ان شاء الله. يعني منتخب مصر على المستوى الفني يتخطى نيجيريا؟ شباك اول مباراه احنا اكثر تكامل، ودي مش ميزه.
طبعا ولا هم يعني عارف لو ثالث مباراه كان يبقى افضل، لان انت عارف احنا متعودين في البطولات المجمعه بنتدرج في المستوى لغايه ما بنعلم المباراه الاخرى. يعني لعبناهم في 2010 اول مباراه وكسبناهم 3-1 وكملنا وكان فقل خير، ونتمنى ان هو ان شاء الله يكون تكرار للموضوع. مصر 2010 و8 و6 جيل مش يعني مش هتكرر. خلاص لعبناهم في 2017 في التصفيات وما قدرناش هنكسب احنا هنكسب ان شاء الله. ما تحاولش يا زلمه. ماشي، انت تتوقع نكسبهم ان شاء الله في المباراه دي يعني. باذن الله. ومكسبهم يعني ان انت هتتصدر، وبالتالي هو التصدر مش لاجل التصدر، التصدر انت الدور الثاني تقابل فريق من التوالت، وده هتبقى نقطه مهمه جدا. بالظبط. تمام. طيب نروح للمجموعه الخامسه. احمد فوزي العريان، احنا المجموعه الخامسه، الجزائر، سيراليون، غينيا الاستوائيه، وكوت ديفوار. سهل العك طبعا. الجزائر في حته تانية عن كل المنتخبات دي، لان الفرق حتى بينه وبين سهل العك كبير كبير جدا. كوت ديفوار حاليا مش يعني اسم فقط يعني. اسم يعني. فقط، ولكن على ارض الواقع هم مش منتخب قوي تماما. يعني بنتكلم على ان هو نجم الفريق يكون فرانكيزي في ميلان، اللي هم يعني في ميلان نفسهم مش حابينه اصلا يعني. فهو لا، الفريق اختلف اسم قوي وبمنتخب يعني طول عمره كوت ديفوار ممتلئ بالنجوم والاسماء القويه. لما بتبدا البطولات حتى لو الافراد مش اقوياء، لو اخذوا الثقه تحولوا على مشوار بطوله، زي الكاميرون في 2017 زي ما احمد كان بيتكلم. كانوا رايحين منقصين اونانا وناقصين جويل ماتيب ولاعيبه كتير، وفي الاخر عادوا البطوله. فهي بتبقى كده يعني. ولكن على الارض احنا لما نيجي نحلل مش هننجم، هنقول المفروض ايه. فلا، الجزائر اقوى بكتير، منتخب متكامل متكامل. وشفناه ان هو منتخب اول اخذ افريقيا، فراح بالصف الثاني راح اخذ كاس العرب في طريقه، ثلاث سنين ما خسرش. فلا، هو منتخب لديه نجوم وخبرات اهم من النجوم كمان في كافه المراكز وكمان على المستوى الفني. ده الجزائر. بالنسبه للجزائر، ده الجزائر. طب يعني انت جزائر اول، كوت ديفوار تاني طبعا، كوت ديفوار تاني، وعلى فكره غينيا الاستوائيه، غينيا الاستوائيه تالت. وعلى فكره سيراليون منتخب مكافح لسه يعني. عيسى كالون اللي هو اللاعب بتاعهم دوت كان المفروض ان هو من ناشئين هولندا، وجنسو اخيرا لو عرفوا يرجعوا له اصوله واخدوا موافقه الفيفا هيلعب معاهم، فلاعب ممكن يفرق معاهم. ولكن طبعا اعتقد غينيا الاستوائيه تالت يعني. موافق الترتيب؟ موافق طبعا، لان الجزائر هتبقى في حته لوحدها خالص، وبعد كده منتخب متكامل. وداخل على رقم قياسي، عنده بس 3 ماتشات كده هيعمله قدام كوت ديفوار، مباراه ثالثه لو ما خسرش هيعادي رقم ايطاليا. ف لا يعني منتخب مرعب، ان شاء الله نبعد عنه بقى في البطوله الادوار القريبه. كوت ديفوار منتخب سيء جدا يعني، في حاله استياء كبيره جدا من المنتخب، رغم ان هو فيه برضه اسامي مميزه زي هولر مثلا، اللعيب اياكس المهاجم بتاعهم، واحد من هدافين دوري ابطال اوروبا السنه دي، لكن اداء اللعيبه مع المنتخب متواضع جدا. وخلينا نشوف يعني، نتمنى ان هو يعني يدخل البطوله بشكل مغاير عن اللي كان عليه في تصفيات كاس العالم، كان يعني كان شكله سيء جدا. وبعد كده بقى سيراليون وغينيا الاستوائيه، اعتقد غينيا ممكن تكون هي اللي ثالث وسيراليون مركز اخير. انت مش معنى سيراليون ممكن تحقق المفاجاه على حسب غينيا يعني كتالت يعني. يعني غينيا في الفترة اللي فاتت لعبوا وخدوا مركز رابع، والبطولة كانت على ملعبهم، فتحس ان عندهم سنة يعني. تمام. اجواء البطولة عندهم يعني. نروح لاخر المجموعة، اخر المجموعات، المجموعة الاخيرة اللي هي المجموعة السادسة. We'll be right back.
المجموعة السادسة معنا تونس، مالي، موريتانيا، جامبيا. أحمد عصام، المجموعة دي إيه؟ المجموعة دي أنا ممكن ممكن بس ممكن أشوف مالي أول وتونس تاني و مالي في التصفيات بتاع كأس العالم كانوا بيأدوا بشكل قوي جدا في التصفيات النهائية ونتمنى بس ان الامور تمشي على خير، لان الملعب اللي هيلعبوا عليه فيه مشاكل والانفصاليين اللي هناك، ولكن هو يعني الحكومه الكاميرونيه يعني شددت الاجراءات الامنيه هناك وقالوا الدنيا امان ان شاء الله، ونتمنى بقى يعني الامور تمشي على خير، لكن اتوقع مالي اول تونس تاني. تمام، وجامبيا موريتانيا تالت وجامبيا رابع متهيألي. ممكن انت مع الراي ده؟ يعني هو هقول تونس ممكن مفترض انها تبقى كاسم اول، ولكن فعلا مش هتفاجئ لو مالي الاول، احنا لسه مرشحينها اسم ضمن الخمسه الاوائل اللي ممكن يفوزوا في البطوله، مالي اول، تونس ثاني، موريتانيا بعد. تونس عندها حالتين كورونا، عندها حالات كمان كورونا وحنا بعد سيف الجزيري، والجزيري رجع النهارده بيقولوا يعني ما اعرفش ايه كورونا تقيل بتيجي اول امبارح وترجع بعد بثلاث ايام هي مش عارفين اوميكرون ده عامل ايه، بس كويس يعني احسن ما الناس تتعب زي الاول يعني بس يقعد 14 يوم. لا لا لا، هو حتى في انجلترا قللوا حالة العزل لسبعة أيام، ما دام الأعراض راحت وخلاص بقيت سلبي يبقى بعد سبعة أيام ما تقعدش أسبوعين، فهو الموضوع العالم بيتعايش خلاص الحمد لله. موريتانيا عندهم ديدييه جوميز مدرب الإسماعيلي السابق ومدرب سيمبا ومدرب خبير، وإن كانت مشاركتهم في كأس العرب ما كانتش قوية، ولكن حققوا فوز تاريخي أو فوز اليوم على سوريا مثلا في كأس العرب، فهم بيستعدوا بشكل كويس، عشان كده أعتقد إن هم هيبقوا ثالث، وكالعادة لو كانوا في مجموعة تانية كان ممكن ينافسوا على الثاني ممكن، بس هو دايما مشكلتهم إن هو بيقعوا مع تونس في تصفيات كأس العالم، في كأس الأمم اللي فات، في تصفيات كاس الامم الافريقيه دايما يقعوا مع تونس فتدمر احلامهم، فهو مالي اول، تونس ثاني، موريتانيا ثالث، وهي جامبيا رابع. تمام، احنا كده وصلنا للاخر لنهايه الحلقه، اعتقد احنا غطينا بسرعه من خلال اصدقائي وزملائي احمد فوزي واحمد عصام كل المجموعات، فرق المنتخبات اللي هتشارك في كاس الامم الافريقيه اللي هتنطلق ان شاء الله يوم الاحد المقبل. احمد فوزي العرين بشكرك جدا. انا بشكر حضرتك وسعيد جدا بانك كنت معايا ان شاء الله يعني. كده نتواصل كتير باذن الله الفتره الجايه. احمد عصام انا بشكرك جدا، شكرا ليك يا استاذ، وهتضيف معانا ان شاء الله كتير الفتره الجايه باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، خد بالكم احنا جمعه وسبت اجازه، لحد هنلتقي ان شاء الله. خلونا بس نتابع التقرير قبل الختام، حتى تقرير الملاعب الستة اللي هتستقبل كاس الامم الافريقية الاحد المقبل، اذا كان لنا عمر، في تمام 11:00 مساء حلقة جديدة مع بوكس تو بوكس.